لقلة عدد الجماهير في ملاعب الرياض. عبد الله المسند، ارجع لك موضوع البنية الجسمانية، يعني لاحظ لعيبتنا زي ما قلت الخميس يعني ما تحس اللاعب اي لمسة يطيح، هذا يعني حتى على مستوى الناشئين والشباب حتى لما يروحون البطولات الآسيوية ما في، تحس اللاعب عندنا ملزق بتيب، ما في قوة جسمانية، ما في كتف، اي لمسة يقوم يصرخ يبغى الحكم يعطيه ركلة جزاء يعطيه فاول. هي الكرة مش لعبة عنيفة بس برضه هي مش لعبة ناعمة. صحيح يا ابو بدر، وحنا خسرنا كثير من البطولات الاسيوية عشان البنية الجسمانية للاعب، احنا نملك المهارة. والكابتن خميس الزهراني يذكر قبل 7 سنوات يوم بدأنا تأسيس الكرة السعودية كان عندنا فريق اسباني متكامل، كنا نعمل سكاوتينج في مناطق المملكة، كنا نختار اولا البنية الجسمانية والمهارة. فاحنا عارفين الكرة السعودية البنية الجسمانية كانت ضعيفة جدا، احنا كنا نبغى نحاول ان نختار لاعبين 70% يكون البنية الجسمانية مع المهارة، 30% كانت فقط المهارة. رحنا دول كثيرة، رحنا اسبانيا، البرازيل، الصين، رحنا سويسرا، رحت انا مناطق كثيرة، شفت اكاديميات، شفت العمل فيها، وخاصة اكاديمية فياريال. معالي الاستاذ تركي الشيخ بلا شك انه بدأ الآن بداية صحيحة بتوقيع مع أكاديميات لتأسيس الكرة السعودية. زي ما قال الكابتن خميس أنا أتفق معاه بكل تفاصيل كلامه، أن الآن إحنا لا نلام اللاعب السعودي حاليا، ولكن في المستقبل راح نلوم تأسيس الكرة السعودية الآن المفروض نبدأ فيها. إحنا بدينا قبل 7 سنوات، المفروض نستمر عشان بناء الكرة السعودية. على سبيل المثال يا أبو بدر، إحنا لعبنا في كأس آسيا في سبتمبر الماضي في الهند، كنا لاعبين مع المنتخب الايراني على سبيل المثال، كنا متفوقين عليه الشوط الاول 2-0، والشوط الثاني انهزمنا 3-2 لفارق البنيه الجسمانيه بين اللاعب السعودي واللاعب الايراني او المنتخبات الثانيه. فالبنيه الجسمانيه اساس. نعم. الان اصبحت في صناعه للاعب، لما نختار اللاعب الموهبي لابد تكون في صناعه، ولابد تكون عندنا اكاديميات. احنا ما عندنا اكاديميات ابدا، ما في الا اكاديميه النادي الاهلي فقط، باقي الانديه هي مدارس وليس اكاديميات. طيب كابتن فود عنده تعليق كان. ايضا اللاعب السعودي الان اللي يمثل المنتخب ويمثل الانديه عنده خلل في النظام الغذائي، عنده خلل في عمليه تنظيم وقته في النوم. للاسف الشديد البعض يسهر للصباح وينام له ساعتين ثلاثه، فطور ما يفطر كويس، تغذيه ما في تغذيه كويسه، كل التمارين اللي ياخذها سواء اللياقه البدنيه اللي يمنحها له مدرب المختص للياقه البدنيه تهدر نتيجه السهر ونتيجه عدم التغذيه. الان مفترض اللاعب اللي عمليه اللاعب المحترف يحافظ على لياقته البدنيه من خلال النوم المبكر والتغذيه الجيده، وبعدين نرجع احنا نبني من جديد بالنسبه للقاعده الاساسيه. حلو، سؤال بس بسيط، يعني يوسف الثنياني اللي ممكن يرقص لاعب في طشت، هذا ماشي على نظام غذائي؟ ماجد عبد الله هل هو يعيش حياه هيلثي؟ طيب صحيح. اعظم لاعبين اللي مروا في تاريخ محمد نور هل يعتبر نموذج للحياه الصحيه مثلا؟ لا فنيا يجي محمد نور واللعيبه ذول كلهم النجوم الكبار العراسنه ابد يجي الساعه 11 زي عبد الله المسند ياخذ الكاس الحليب ويحط ميوزك هادي على عيونه وينام عشان يصحى الصبح يسوي تريننج بس تسهر غلط ما له دخل غلط اللي في الملعب مش قاعد يسوي الملعب. يعني عندك بالنسبه لاعظم لاعب مر في تاريخ انجلترا جورج بيست كان مو غير مهتم بصحته لكنه كان فنان. أنا مارادونا مساء الورد الان يعني شغال كلاعب الورد كلاعب نموذج. مارادونا تيجي العضلات مارادونا ياما كان لاعب ما شاء الله تبارك الله بنيته العضليه كانت كبيره وقويه. الان بالنسبه للاعب السعودي عظم على جلد